مراعاه الاصل انا قلته. اولا الاعتداء لا يجوز الا طبعا فيه ادله في القتال وعملنا مشكله الان وكنا بنتكلم فيها معالي الوزير قبل ان ندخل. بس الف الايات التي تفيد باطلاق القتال يا سيدي. اذا ورد امر مطلق اذا جاء امر مطلق ايه تفيد الاطلاق في الامر؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هنفضل نقاتل الذين يلوننا من الكفار الى ان نصل الى اقاصي الدنيا؟ لا ننتج ولا نزرع ولا ولا، هنضيع قوتنا في هذا الامر؟ يا سيدي هذا مطلق يحمل على المقيد، وهو قول الله تعالى: فان قاتلوكم فاقتلوهم. والذين جمعوا بين الادله الشرعيه التي طبعا الادله الشرعيه لا تتعارض، ومخطئ من يقول ان ادله الشارع تتعارض، لان علماء الاصول حين عالجوا هذا الباب الشائك قالوا عنوان له بالآتي: ما يوهم التعارض في الظاهر وهو ليس بمتعارض، لأن كلام العاقل من الناس يستحيل أن يقع فيه تعارض، فما بالنا بكلام رب العالمين سبحانه وكلام أبلغ البلغاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يرد فيه تعارض أو تناقض، إنما التناقض في فهمنا إحنا للدليل. وبالتالي اللي يقول لك حديث عن البخاري شذ وبيفيد حاجة، يا سيدي اجمع هذا الحديث بأصله وانظر الأدلة، وفيه باب كبير اسمه باب التعارض والترجيح، وهو ليس تعارض، وإنما يوهم التعارض، ما يوهم التعارض في الظاهر وهو ليس بمتعارض. شوف الأدلة، ربنا بيقول فإن قاتلوكم فاقتلوه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، ولا تعتد، كلام محدد قطعي الدلالة. تيجي أنت تقول لي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وليجد هذا لتنظيم الجهاد وقت قيام المعارك، يبقى الآيات بتنظم هذه الأمور. وحتى إذا لم نستطع أن نحملها على تنظيم المعارك وقت سريانها، يبقى نقول إن المسألة حمل المطلق على المقيد كما قال كثير من العلماء في هذا الأمر. أنا أردت أخلص مش هطيق يا سيد الوزراء. في حاجة وبرضو أي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث اللي بيتكلموا عنه في التلفزيون، أمرت أن أقاتل الناس. وفي فرق بين ما قالش أمرت أن أقتل الناس، أقاتل. والمقاتلة مفاعلة تقتضي أن هناك اعتداء وقع، يعني مما يؤكد الفكرة التي أقولها أن فكرة أن أقاتل، أقاتل من المقاتلة، يعني مفاعلة من جانبين، كأن الهجوم قد حصل وتحقق قول الله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوه. وبعدين الآية أيضا: أمرت أن أقاتل الناس، يبقى معنى الألف واللام لا يمكن أن يحمل على الجنس أبدا، لا يمكن أن يحمل الألف واللام في الناس على الجنس أن يشمل عموم الناس، لأن هذا لا يرد بعقل إنسان، لا يرد بخاطر عاقل أن يتصور أن الإسلام نزل بالسيف علشان يطير رقاب الناس ويفضل يقاتل في الناس، هذا لا يتصوره إلا مجنون. يبقى الألف واللام للعهد، والعهد هم أولئك الذين يتربصون بنا ويقفون أمامنا في ميدان المعركة شاهرين سلاحهم، وبالتالي يجب أن تحمل النصوص على هذا الأمر. في حاجة برضو من الأمور التي يجب أن تراعي: التعامل بحكمة مع الشمائل المحمدية. النبي صلى الله عليه وسلم قد أضفى الله عليه من الكمال ما جعله فوق الأخلاق، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومهما تكلم المتكلمون وتحدث المتحدثون في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لن يستطيعوا أن يوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من حقه. ولكن للأسف إحنا في التناول بنسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستمع إلى كثير من الحكاوى والقصص التي تقال والتي تذكر في كثير من الكتب التي تدرس الطلاب، وتناولها ما لم يكن بحكمة فإنه يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعض الأمثلة. مثلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام لما تزوج بتسع نساء، أنا في نظري المتواضع أن ذلك لم يكن لإظهار مهارة جنسية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أسمى من هذا النظر الجنسي الوضيع، ولكن الله عز وجل أراد أن يثبت للعالم أن كماله الخلقي لا يقل عن كماله الخلقي حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن في البنية البدنية للنبي صلى الله عليه وسلم وتكوينه النفسي والجسمي والجسماني فيه كمال أيضا، كمال يظهره هذا الموطن الاجتماعي المهم الذي يحار فيه اللبيب في التعامل مع زوجة واحدة أو زوجتين،
وقد تقع بينهما المشكلات ويصل الأمر إلى المحاكم. هذا النبي العظيم يتزوج بتسع نساء من فضليات النساء ومن أكثرهن ثقافة وعلما وجاها ومنزلة، ومع ذلك يتسابق الجميع في حبه، يتسابق الجميع في حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الله قد أعطاه من كمال الخلقة ما يعادل كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وأنا يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد. أبص أجد بعض إخواننا اللي بيتكلموا يقول لك هذا كان يطوف على نسائه التسع في ثلاث ساعات وقد أوتي قوة 40 رجل، أو مش عارف فصلها 40 أو 140 رجل. لا أصلا هذا كلام هراء يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صغار في التناول في هذا المقام الكبير. حضر مثال ثاني برضو فيه بعض الحديث يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فجاءته أمه فأخذت بيده. هذا الحديث لفظه كما هو مدون في فيما أقول. فأخذت بيده فمضى معها حتى قضى لها حاجتها. بالله عليك لو إن واحد من الناس ليس عنده أدب الإيمان في الاستماع إلى ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وجيت قلت له الرسول كان قاعد مع صحابته فجاءت امرأة وأخذت بيده وصارت بها فمضى بها وقضى إلى أن قضى لها حاجتها، هذا التناول ألا يحتاج إلى نوع من البيان؟ الرسول لما كان يقف مع إحدى زوجاته ووجد أحد الصحابة مراً قال له قف إنها زوجتي صفية، علشان ينفي الالتباس والشبهة. إنما تجي ترمي الأثر أو ترمي الحديث، هذا الرمي الذي يترك الناس في حيرة والذي يطرق مجالاً للمتأولين ومجالاً للمتطاولين ومجالاً للسفهاء ليقولوا إنها مشي مع أما هذا الكلام يمكن أن يقال لأنك لا تفترض الملائكية في الناس، وإنما يجب أن تفترض فيهم هذا الأمر وهذا النص.